وللمزيد مشاهدينا الكرام حول تطورات الأوضاع في غزة والضفة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين المحلل السياسي الفلسطيني السيد مفيد جلغوم. سيد مفيد، بداية مرحبا بك. لماذا يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين رغم الحديث المتواصل عن الهدن؟ مساء الخير. يعني يبدو أن لغة المجازر ولغة الدم والحديد والنار هي اللغة التي يعني يتقنها هذا الاحتلال منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، والعدو الصهيوني يعني يضخ بكامل قوته على الأرض أو من السماء من أجل هذا الدمار الذي نراه كل يوم، الدمار الكبير، الدمار والخسارة في الأرواح والجرحى وما إلى ذلك. فلذلك هذه هي اللغة التي يتقنه هذا الاحتلال، ليس فقط من هذا التاريخ من 7 أكتوبر، وإنما على مدى سنواته خلال 76 عام من الاحتلال. فلذلك هو يحاول في هذه المرحلة أيضا الضغط على المقاومة من أجل ربما يتحصل منها على ضغوطات من أجل تنازلات معينة في قضايا الصفقة التي يعني يجري التفاوض حولها حتى الآن منذ فترة طويلة. فهذه هي لغته وهذا هو أسلوبه منذ زمن طويل وليس بالشيء الجديد عليه. طيب، الآن القطاع يشكو أو يعاني من مجاعة كارثية، الآن من الذي بإمكانه أن يدخل المساعدات في ضوء صمت من المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بإمكانه بكل سهولة أن يقدم كافة المساعدات لأهلنا في قطاع غزة لو كانت هناك إرادة حقيقية. المجتمع الدولي أقوى من جانب الاحتلال، بإمكانه أن يفرض رؤيته ويفرض قراراته لو أراد، لكن هذا المجتمع متواطئ، والتواطؤ يعني بشكل واضح ومعلن سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الغربي أو حتى الحصار الذي يعني نشاهده أيضا للأسف من أطراف عربية لا تتدخل ولا يعني تعمل الشيء الكافي كما هو يعني في حالات الحروب. فالناس يعني لديهم مجاعة حقيقية، نقص في الغذاء، نقص في الدواء، نقص في الماء، نقص في كل مقومات الحياة. والقصة ليست وليدة يوم أو أسبوع أو شهر، وإنما هذا هو الشهر 10 على هذه المجاعة. كان بالإمكان فعلا التخفيف من ويلات الحرب لو كان هناك إرادة صادقة للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة. طيب أستاذ مفيد، حماس فندت تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ساوى الضحية بالجلاد، هذا التقرير الذي اعتبرته حماس أنه دعاية أو يصب في مصلحة الدعاية الإسرائيلية وماكينة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من وجهة نظرك يعني كيف يمكن أن تساوي المنظمة التي من المفترض أن تكون هي منظمة حقوقية إنسانية ما بين الضحية والجلاد؟ للأسف منظمة هيومان رايتس ووتش قدمت تقرير من أسوأ التقارير التي يمكن أن يوصف بها هذا التقرير على مدى سنوات عملها الطويلة. التقرير ليس يعني وازن أو يعني وازن بين الجلاد والضحية، وإنما أخذ الرواية الإسرائيلية بكاملها وقدمها بشكل منظمة تابعة تهتم بحقوق الإنسان. فهذا هو من أسوأ التقارير الذي اتهم الفصائل الفلسطينية سواء القسام أو أربع فصائل أخرى بأنها ترتكب يعني أفعال وجرائم حرب. هذا التقرير مسيء للغاية للفلسطينيين ومسيء أيضا يعني لكل العمل الحقوقي. ما هو السبب في هذا التغير للتقارير التي تصدرها منظمة هيومان رايتس ووتش بحيث تكون إلى جانب يعني الدعاية الإسرائيلية بالكامل؟ يبدو أنها هذه المنظمة أخذت بالرواية الإسرائيلية، وهناك ضغوطات يعني ربما تكون أمريكية لأنه مقر هذه المنظمة في نيويورك. فربما هناك أو يعني أنا أؤكد بأن هناك يعني ضغوطات بحيث أنه هذا التقرير لم يكن تقرير مهني من الناحية الحقوقية، لم يستند إلى يعني البحث الميداني الحقوقي الصحيح الذي اعتدنا عليه. فلذلك الضغوطات ربما هي كانت السبب الأساسي، لأنه جاء في يعني بيانهم بأن هناك الفلسطينيين يعني
ربما من خلال البيان أنهم قاموا بحالات اغتصاب، ولكن من خلال كلامهم يقول بأنهم لم يتحققوا من ذلك، وكأنه يسوق بأن هناك فعلا حالات اغتصاب للإسرائيليين، فلذلك لم يكن هناك يعني مهنية في هذا التقرير، وهذا يعني نقل للرواية الإسرائيلية الكاذبة من بدايتها. طيب، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت استيلاء الاحتلال على 40,000 دونم من أراضي الضفة، يا ترى ما تداعيات ذلك على المدى المتوسط، ولماذا لم نشهد أي تدخل دولي، يعني على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك الحقوق أو تجاهل القوانين الدولية؟ الاستيطان في الضفة الغربية بشكل مباشر هو يعني العدو الكبير الذي ينهش في هذا الوطن، يعني بشكل يومي، يوميا في هناك عمليات استيلاء على الأراضي وبنفس الوقت إقامة مستوطنات أيضا، فهذا يعني ليس بالعمل السهل، هذا عمل كبير جدا، وهو السيطرة على الأرض ويعني طرد السكان منها بهدف إقامة المستوطنات، وهذه العملية ليست بالجديدة، هو من في الضفة الغربية من عام 67 حتى الآن، فلذلك يعني كمية الاستيطان في الضفة الغربية أصبحت بشكل يعني لا يعقل، وهنا المستقبل لإقامة دولة فلسطينية بهذا الشكل مع وجود هذا الاستيطان أصبح ليس من المعقول أن تقام هذه الدولة في ظل هذا الاستيطان، أي أن هذا العمل ب40,000 دونم في فترة قليلة، و يعني العملية مستمرة بشكل دائم، فلذلك يعني الكل على ماذا سيتم التفاوض لاحقا من أجل إقامة دولة فلسطينية إذا كان هذا الرقم بهذا الشكل. المجتمع الدولي متواطئ مع الاحتلال، المجتمع الدولي اعترف بالقدس بأنها يعني عاصمة لإسرائيل، المجتمع الدولي لا يفرض قيود على المستوطنين، المجتمع الدولي لا يفعل أي شيء بالنسبة لعمليات طرد خصوصا في بيت المقدس، القدس يعني أحياء كاملة يتم الاستيلاء عليها. شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من جنين المحلل السياسي الفلسطيني مفيد جلغوم، شكرا جزيلا.